كل الناس. ممكن اسالكم سؤال؟ اكيد كلكم كانت بدايه المهرجانات بالنسبه لنا كلنا اوكا وورتيجا. حلو صح كده؟ وكان فيها قبل يوم ناس طبعا، بس هو كان الدنيا نورت اوكا وورتيجا هادي بوسه وبعد كده لما غنوا محمد رمضان في الفيلم. طبعا شايفين هم ليه اختفوا؟ يعني ليه النهارده اوكا وورتيجا ورغم هم ان هم يعتبروا اللي فتحوا الباب ما بقوش موجودين؟ اختفوا لما صاموا بعض، لما انفصل. وغير كده الناس دي على الميديا مش متواصله مع الناس، يعني زي ما انت بص حضرتك. بس هو كل سنه في جيل بيختفي. معلش اللي بعد موجودين بعد احترام الحسن. الله اكبر. بعد احترام الحسن طلع صاروخ صح، نزل مجل على طول، ما طلعش سنه سنه، نزل مجل على طول. هو طلع صاروخ، نزل على طول صاروخ. هنا تكسب حب الناس مش من الغنى، حب الناس ده في الشارع. صح، لازم تنزل الشارع. صح، لازم تقابل الحلو وتقابل الوحش، ولازم ده ولازم ده ولازم ده ولازم تقعد مع ده. اما كلمه التكبر دي غلط. صح، سر نجاحي حب الناس ليا، وده كنز من عند ربنا. هي دي فلوسي وهو ده مالي وهي دي صحتي. الناس تحبني. لو الناس هنا بتكرهني مع السلامه. اول ما فرحنا مجاملات والناس بسيطه قوي. تنجيد اول مره غنيته مهرجان والله والناس 60 مره. ايه اللي لا بس يعني، لا انا هسالك سؤال ثاني خالص. ايه اللي جاب اصلا القصه دي؟ يعني حمو كان بيشتغل حاجه وانت كنت بتشتغل حاجه ونور كان لسه زمان بيدرس. ايه اللي خلاكوا والله يا هي هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا غنيت. ايه اللي خلاك تغني اصلا يا حمو؟ يعني ايه اللي دخلك قدام مايك؟ ايه اللي جاب الفكره؟ كان في اغنيه انا بحبها. حمو صبحي؟ حمو صبحي؟ لا، ابويا انا. ابويا مش حمو صبحي، ابويا. انا كان في اغنيه بحب اغنيها في اي زفه بتاعت عريس وعروسه، فقلت بدل ما اقف اغنيها طب ما اروح اعملها اغنيه. طب وانت كنت حمو بتغني كده لايف؟ في اي زفه. زفه انت بتغني قوي يا بابا. لا هي بتغني على طريقه. الزفه النوبي. هي كانت بتقول ايه طيب؟ لا انا عايزها. كنت بتقول ايه؟ يعني كنت بقول. انا كنت بتقولها لايف من غير مزيكا. من غير غنى. قولها. لا معلش كنت ما خلينا بس كنت بوصف واحده جميله وفي الاخر انا جيت اخدها حماتي وما رضتش تديهالي فشتمت حماتي في كده. بتشتم الحماوات يعني؟ لكن تمشي اغنيه. عملت اغنيه نزلتها، الاغنيه نجحت. رحت رايح الجيش، خلصت مهمتي العسكريه وطلعت. كانت الاغنيه هنا سمعت وانا ما اعرفش اي حاجه. اسمها ايه؟ اسمها قشطه. قشطه. حلو. المهم ايه؟ جيت التوك توك بتاعي وشغال وانا ماليش دعوه. يا خلاص عملت اغنيه وخلاص. بعد كده عملت مهرجان اسمه الدنيا رحله، واللعبه على المخشوف والمطر والانبوبه. كل ده ما سمعش زي رب تكون ميزنك بيه. رحله نجاحك خدت قد ايه؟ كم يعني؟ لا رحله لا طويله. كتير. طويله. تعبت يعني؟ مشيت كتير علشان توصل. لا كتير. وعبما جمعت فيك وجمعت علي. طبعا نور ده يعتبر ابني، يعني كان معايا في اي وقت وفي كل ساعه. برضه عموما هو كان معايا اوريدي اصلا كده. ومصطفى الشاعر ده هو كان صاحبي. وفيجو الدخلاوي لقيته في انهي؟ فيجو الدخلاوي هو قال له انا عاوز حمو اللي كان مغني اغنيه قشطه. واحد اسمه حمو الحلواني خدني وداني ليه، قال له هو ده حمو بيكو. راح عامل له اغنيه المطر والانبوبه واللعبه على المخشوف فيه. جبت ورحت عامل اغنيه الظالم والمظلوم. الاغنيه دي سمعت على مستوى مصر. جه فيجو قال لك انا نفسي اعمل لك اغنيه زي الظالم والمظلوم. راح عامل لي مهرجان اسمه عنبر جنان. جزئين ده. عنبر جزء اول وجزء تاني. جزء تاني. اجزاء. عمر وسلمى مش بتدخلوا اجزاء. هنا ده محل سكندري ده كله. الحاجات دي غنى اسكندراني بقى. سكندري. انت لسه في الحواري. تسمع الجزء الاول يخلص ما خلاص لسه في بقيه قصه. تسمع الجزء الثاني ما تبقاش زي خلاص كده تدمج الاثنين على بعض. دي قصه. طب مين اللي كان بيكتب الكلام ده؟ مصطفى الشاعر. جمعنا بقى لقيت علي جه، قلت له علي عشان تشتغل معايا لازم تجيب شغل. علي بقى ينزل يشتغل بالاغنيتك يعني ويرجع. اللي هو تشتغل بمجرد دلوقتي عشان تشتغل لازم تغني عبد الحليم ام كلثوم. حلو انك تجيب شغل. قال لي انا عاوز اغني. قلت له مش هخليك تغني غير لما تجيب لي شهاده للسنه ولا الاعدادي. يعني انت اعدادي؟ راح جاب لي الشهاده بتاعته.
برضو غلته غنى شويه قلت له مش هتقدر تغني غير ما تجيب الشهاده الثانويه بتاعتك. اهو ما خلصت ما انت دقيق اهو يا بيك نجح يعني هو بتاخد مصروفات تعيين اهو ما انت اه لا انا عاوزه ايه عايزه يكمل تعليمه يكمل تعليمه اه مش عاوزه ارتجز طب والله ربنا يبارك انا بيوفو ملول مش عاوزه تبقى مزاجي صح انا عاوزك تمنت ماسك ورقه واقف بتقرا طب والله انا كان انت ما فكرتش تتعلم حاجه يا حمو انا خلاص مش عاوز اتعلم لا انت ما فكرت ما جاش في دماغك انك تتعلم انجليزي تتعلم عربي تتعلم اللي عاوز يتعلم يتعلم لا هو ممكن انا اعلم انا تتعلم انا اعلم مين بقى انا اعلم عيالي انت خلفت يا بيك مفيش بقى حاجه قريب ان شاء الله ربنا بيعوض اه فهو ده بقى يتعلم هو ده اللي يقرا بس دول كانوا هم لازم يقروا ولازم يكتبوا ما انا لو كنت شديته من صغره كان هو كان عايد عليا حم هو مين اللي نزل لك صور ليك قبل الغنى اللي انتشرت بتاعت الجزاره دي نفسها انا برضو رحت انا واخدهم منهم ونزلتهم عندي قلت لهم ده تاج اشيله على راسي لا صور الجزاره وصور لوري أيوه. وصور ده مين بقى اللي جرب كده كده ما بتنكرش ده انك هتنكر طب الصور دي جت منين ما هو انت اكيد ايامها كان الناس تبقى اصحابك اه فلموها لا انا كنت منزلها كمان عادي برضو ممكن صور برضو وممكن يكون صحابك ممكن الصور بصي كان فيه وبقى فيه طب وليه يا عم ده بالعكس نتجعد ده رحت انا لاممه قلت له شيء بالعكس مش كل الناس تفهم كده ده شرف ده طبعا انت مش لما انت مش حاطط لي الصوره وانا لا انت حاطط لي الصوره وانا راجل شقيان لا وما دام تشقى بالحلال وخلاص بس دلوقتي هم الجيل كل ما بيتطور كل ما بيبقى عايز يقعد كده نفس القعده دي بجيب فلوس او اتشهر او اعمل عادي يعني ما عندوش اي مشكله ان هو يتعب فاكر الموضوع صح اه ما هو لو كان سهل كنا احنا معلش يعني كان كل الناس عملت يعني كانوا بقى في 100 مليون مشروع هو في توفيق من عند ربنا وده نصيبك طبعا وده رزق بس بيبقى في جزء في سعي جهد ايه السعي يا عبده ناس معايا